السلام عليكم، تابعوا قناتنا فضلا وليس طلبا، جام وبرتجيو النجمة قدر الإمكان، وبارك الله فيكم. حرائق الفتنة لشيخ بلال بن محمود عدار الجزائري. خليلي خطب قد ألم بأمة، فواجع حلت في بلاد جزائري. حرائق عمت بالبلاد قد ضرمت، بتدبير خوان لنشر مخاطري. يراد لهيب في النفوس وفرقة، تشب بها الفوضى بقطر مآثري. وخوف وفقد الأنس من بعد أمنة، وهتك لأعراض وعود مجازري. ونهب لأموال وظلم لأنفس، وهجر لأوطان وقتل مشاعري. وعود على عقد الأمان بنقضه، وضعن إلى طرق الردى ودياجري. شماتة أعداء وكسب ندامة، على فقد أمن وانقطاع أواصري. لقد دبروا مكرا لضرب بلادنا، لتغدو أشلاء تسوغ لكاسري. فهم للعدا سلم لهم ولدينهم، وحرب على دين الهدى بخناجري. يسوقون أذنابا بحبل خديعة، إلى مذبح الفوضى كسوق أباعري. فرد إلهي كيدهم بنحورهم، فباءوا بلوعات وصفقة خاسري. ورب قضى في المحكمات بأنه، فعال الأذى دوما تحيق بماكري. ودارت على أهل الخيانة والشقاء، وفتك بغدر سيئات دوائري. وعند قيام الخلق للفصل والقضاء، يقاد لمغدور ويا ويل غادري. ألا أيها التاريخ فاشهد بأنهم، عبيد لأعداء وصنعة كافري. فصبرا وصبرا فالخمود مصيرهم، وآذانكم صموا لدعوة فاجري. بضرب ووأد الشائعات بمهدها، ليقبر هرج يستطاب لناحري. ورد الدواهي للولاة كذلكم، إلى أهل علم ذي التقى وبصائري. وعضوا على هدي النبي وصحبه، إذا رمتم فوزا ونيل مفاخري. فلطفا إلهي بالبلاد وجد لها، بغيث مريء للثرى وضمائري. أعذنا من النيران رحمك ربنا، بهذه الدنا ومن بيوم محاشري. وصل وسلم في الختام إلهنا، على المصطفى ما سبحوا بهواجري. وصلي وسلم في الختام إلهنا، على المصطفى ما سبحوا بهواجري.